فإن رئاسة المؤتمر الوطني تعلن قبول ترشيحه كمرشح وحيد لمنصب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية. حرر يوم السبت 26 نوفمبر 2022 رئيس المؤتمر. المعارضون لا أحد، الممتنعون، وبهذا يكون انتخاب اليوم اكيد ان الحركيين والحركيات في اختتام المؤتمر الرابع عشر ديالهم فعلا طبعوا وبصموا على فصل جديد في تاريخ المسيره النضاليه ديال الحركه الشعبيه، وطبعا هذا الفصل الجديد قوامه وعماده تعاقد متجدد. ما عرفتش كيقولوا تعاقد متجدد، لان الحركيين اليوم مطالبون باش يقطوا واحد النقد ذاتي على مجموعه ديال النواقص، مجموعه ديال الاشياء اللي ربما ما خلاتش ان الحزب يكون في المستوى ديال التطلعات ديالهم، ولا على الاقل بالشكل اللي هما كيطمحوا ليه. فاكيد اليوم غادي تكون واحد الثوره في التنظيم، ولكن عماد هذا الخيار الديمقراطي، لان فعلا بغينا نخرجوا من الحزب ديال من لا تنظيم الى تنظيم فعلا اللي عنده فعلا التواجد ديالو على ربوع المملكه. لان الحزب اليوم صعب جدا نهضروا على حزب اللي كيتمركز فقط في المركز، او حزب اللي كياخذ مواقف فقط في المركز. هذا كيبان بان فعلا ما كاينش يعني امتداد. فاليوم بغينا تنظيم جديد، تنظيم اللي فعلا كآليه القرب من المواطن على ربوع المملكه، كيحمل الهم ديالو، كيحمل كيعانق الهواجس ديالو، وكيحملها المركز، كيرفع عليها محليا، وكيرفع كيجيبها للمركز ايضا تكون مرافعه عليها، وايضا حتى على مستوى القبه الشرعيه. الحركه الشعبيه سيصدح عاليا، وحنا ما غنتوقفوش تنجعلوه في طليعه المشهد السياسي المغربي، وهذا وعد كنعطيه لك. استمراريه الحركه الشعبيه، لان انتخاب الاخ الامين العام محمد الزين ما هو الا يعني تعبير على وعرفان للخدمات الجليلة والكاريزما والحضور القوي، تراكم سياسي والحضور على مستوى التشريعي مرتين وبنتائج مهمة، ارتباطه والتصاقه مع دائرته التشريعية. ومن جهة أخرى قلنا تجديد، لأننا في حاجة لإن شاء الله أفكار مبتكرة لإيجاد الحلول المناسبة للقضايا المستعجلة. معلوم ألا هو أقل كاريزما من هذول اللي سبقوه؟ طبعا لا، له من الخبرة، التجربة، التراكم السياسي، التكوين الأكاديمي والحضور والكاريزما، حضور دولي، حضور وطني. ماشي أظن، أنا متأكد بأنه قادر على يعني تمثيل المغرب أحسن تمثيل. سي وزين قبل البلاء الحسن على عدة منتديات وأماكن ومنتديات دولية ووطنية. إذن الحمد لله، وإن شاء الله أكيد كاين حدود، لأننا نسعى إلى فرز مجلس وطني فيه طبعا الفقهاء الحركيين واللايني، مكون كذلك من شابات وشبان وأطور قادرين على حمل المشعل. وعلى الوثيقة الدستورية ومرجعيات حزب الحركة الشعبية والأوراق السياسية التي وافقت عليها المؤتمرات الوطنية